اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده زي ما عودنا حضراتكم كل اسبوع عندنا رحله طويله ومهمه مع جدعان بلدنا، ولكن حضراتكم اسمحوا لي قبل ما نبدا حلقتنا النهارده اتكلم في قضيه شديده الاهميه. النهارده اسعار الدواجن في السوق المحلي يعني على باب المزرعه منخفضه بشده، ده اقل سعر اتسجل فيه سعر الفراخ في هذا الموسم لا يتجاوز سعر التنفيذ 23.5 أو 24 جنيه. لماذا لا تطرح وزارة التموين مناقصة لشراء الدواجن المذبوحة المجمدة من المجازر؟ احنا بنطرح هذا الحل لمواجهة زيادة الطلب على الدواجن في السوق المحلي مع بداية شهر إبريل المقبل لبداية شهر رمضان أو حلول شهر رمضان المبارك. أعد الله علينا وعليكم بكل الخير واليمن والبركات. لازم نستعد من النهاردة، عندنا سعر منخفض، عندنا مجازر بتشتغل، عندنا تلاجات مكدسة بالدواجن. لماذا لا نطرح مناقصة ناخد بيها 40 ولا 50 ألف طن من السوق المحلي بسعر منخفض جدا يقل كثيرا عن استيراد الدواجن من الخارج؟ والكل يعلم مدى مشاكل الشحن من الخارج لأي منتج نحتاجه في السوق المحلي، والسعر النهاردة في أكثر حالاته انخفاضا. إذن هو السعر الأنسب حتى يمكن أن تتدخل الدولة وتسحب كميات من الدواجن المجمدة من المجازر وتعيد طرحها في الوقت المناسب مع حلول شهر رمضان المبارك. ده حل أتمنى وزارة التموين والدكتور علي مصلح وزير التموين التفكير فيه بقوة. إحنا قادرين على توفير سعر أقل من الاستيراد من الخارج، إحنا قطاع قوي جدا قطاع الدواجن في السوق المحلي. إذن هي مناقصة واحدة تطرح تسحب هذه الكميات وتخزن في الثلاجات وتطرح بأسعار عادلة للمستهلك في وقت الأزمات. أنا شايف أن الحل يمكن دراسته في وزارة التموين وجميع قطاع الدواجن في مصر على أهبة الاستعداد لتلبية طلبات الدولة. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا إيه النهاردة في برنامج الجدعان. من حوالي سنتين في برنامج الجدعان زرنا أحد المشروعات تحت الإنشاء، كان معمل للزراعات النسيجية يعني هينتج شتلات من النسيج. هذا المعمل زرناه بعد افتتاحه وكانت المفاجأة الكبرى، استثمارات هذا المشروع تجاوزت 500 مليون جنيه، والمستثمر المنفذ لهذا المشروع العملاق وهو المهندس محمد سالم، اليوم ينتج تقاوي البطاطس الميني تيوبر اللي هي التقاوي الزيرو دي، بنستوردها من بره بملايين الجنيهات. كمان بينتج أنسجة النخيل البرحي والمجدول والغنامي، مشروع عملاق بالفعل. خليكم معنا. دلوقتي حضراتكم في أضخم معمل في مصر وإفريقيا للأنسجة النباتية، مهمته إكسار تقاوي البطاطس الميني تيوبر يعني الجيل الزيرو لحوالي 4 أصناف، وطاقته النهاردة 6 مليون حبة بطاطس، ونقدر ننتج من خلالها 50 ألف طن تقاوي على الأقل، يعني 50% من حجم احتياجات مصر من التقاوي المستوردة للأصناف الغير محمية دولياً، نوفرها في ثانية. وكمان جاهز لإنتاج 20 مليون حبة تقاوي بطاطس من تيوبر يعني يغطي احتياجاتنا بالكامل. كمان المعمل بينتج أنسجة أشجار النخيل بطاقة 450 ألف نخلة مجدول وبرحي وغنامي، وكل ده بينفذه خبراء من الهند وفرنسا وسلطنة عمان وهولندا وإنجلترا، ومعاهم 25 مهندس مصري شاب جبارين بجد و40 عامل بيشتغلوا ليل ونهار. أما استثمارات المشروع اللي مقره جمعية أحمد عرابي فتجاوزت 500 مليون جنيه، تخيلوا. اللي ضخ الاستثمارات دي كلها هو الجدع اللي قدام حضراتكم، المهندس محمد سالم رئيس الشركة المصرية الفرنسية للزراعات النسيجية، واللي عنده إصرار على إن مصر تعمل إكسار لأصناف تقاوي البطاطس وتنتج أنسجة النخيل لنفسها، ومش بس الأصناف المجدول والبرحي، لا ده لأي صنف مطلوب في أسواق العالم. باختصار ده مشروع دولة وما يقدرش عليه غير جدع قلبه حديد وبيعشق بلده.
وخلي بال حضراتكم المهندس محمد سالم 70 سنة ربنا يديله الصحة، عنده استثمارات ضخمة في قطاعات متعددة زي المقاولات والبنية التحتية والطباعة وفوجئ وهو بيشتري نخيل لمزرعة خاصة بيه في جمعية أحمد عرابي إن كل الأنسجة والشتلات مستوردة، فقرر يبدأ المشروع الضخم اللي قدام حضراتكم ويقلب مزرعته من زراعة النخيل لإنتاج الأنسجة، وفعلا نفذ معمل عالمي للأنسجة النباتية بشراكة علمية مع جامعات ومعامل عالمية وكلها شهدت لإنتاجه بالكفاءة، حتى اللي صمم المعمل شركة فرنسية عملاقة متخصصة في إنشاء المعامل في العالم. تعالوا بقى نقابل المهندس محمد سالم. قلبك حديد بصراحة، عامل مشروع جبار، انت بتنتج تقاوي البطاطس وبتنتج فسائل النخيل زراعة نسيجية، استثمارات ضخمة جدا، احنا بنتكلم في حوالي 500 مليون جنيه. تمام، الجرأة دي استمدتها منين؟ انا كنت في فرنسا 6 سنوات قبل ما ابدأ هذا المشروع، وزي ما ذكرت لحضرتك قبل كده ان انا كنت بدور على نخيل ازرعه، فقالوا ما بيجيش غير من فرنسا. يعني راح تجيب نخلتين تقوم جايب معمل بخصوص مليون. فعجبني المشروع الحقيقة، وبعدين لما قعدت اتناقش مع الخبراء هنا في مصر، طب لو عملنا المشروع ده هنا هيبقى ايه اللي هيحصل؟ هل هنعرف نشتغل؟ فلقيت سيادة الرئيس بيتكلم عن زراعة النخيل، عن تسهيلات الاستثمار، عن الأمان للمستثمرين، فبدأت أفكر بجدية تامة سنة 2018 إن أنا أخش أعمل استثمارات هنا في بلدي بدل ما أعملها بره. أنا في الوقت الحالي بيجيني دول أوروبية ودول عربية يسألوني عاوزين نكرر تجربة مصر في بلادنا، فده حاجة كويسة جدا لشبابنا لما يسمع هذا الكلام ويبدأ يتفرج ويشوف التجارب الناجحة حتى يمتثل بينا. إحنا ككبار في السن نتمنى كل الأجيال القادمة ورعاية هذه الشباب. هل تعلم أن جميع الشباب اللي هنا حديث التخرج صدقني خبرتهم في خلال سنتين بقوا أقوى من اللي واخدين دكتوراه؟ أنت معاك واحد خبير جوه من أكبر خبراء العالم في إنتاج النخيل، وهنا كذلك في البطاطس. وفي البطاطس يعني تفاوضت مع الناس إزاي؟ أنا ابني قعد في فرنسا 6 شهور مع أساتذة من الأكاديمية الزراعية الفرنسية اللي هي تابعة لجامعة السوربون، عملنا إعلان وبقى يتقدم في كل التخصصات سواء في النخيل أو في البطاطس علماء من كل أنحاء العالم. كنت بجيب دكاترة من نفس التخصص من الأكاديمية الزراعية الفرنسية تعمل اختبارات للدكاترة المتقدمين وينقلنا أحسن واحد. والحقيقة احنا معنا 5 دول هنا بيشتغلوا. ازاي بقى؟ عندنا من الخبراء خبراء من 5 دول. عندنا من الهند ومن فرنسا ومن المغرب ومن عمان، سلطنة عمان، دكاترة كلهم عالميين ومشهود لهم في العالم. فكان لازم نجيب المجموعة دي عشان تدرب لنا جيل بعد 5 سنين، الاتفاق معهم 5 سنوات، يطلع جيل من عندي يدير هذا العمل بنفسه. على فكرة زراعة الأنسجة النباتية ابتكار، ومعناها استنساخ خلايا أو أنسجة أو أعضاء من النبات الأم أو إكسارها في وسط غذائي، وطبعا ده بيتم تحت ظروف بيئية معقمة ومعقدة وبتحكمه في كل حاجة بتوصل للنبات في البيوت المحمية، وخصوصا التغذية والهواء والمية والإضاءة، بهدف إنتاج كمية ضخمة من النباتات المماثلة جينيا للنبات الأم في أقل مساحة. ومن هنا بقت زراعة الأنسجة بمثابة ثورة في العالم. هل ممكن مصر بمشروعات زي دي تتحول لدولة كمان مصدرة لتقاوي البطاطس الميني تيوبر تحديدا اللي هو الجيل زيرو؟ عندنا طلبات من دول عربية ومن دول البلقان لاستيراد فسائل النخيل وتقاوي البطاطس من عندي، طلبات كبيرة. ودولة عربية أخذت إنتاج النخيل سنة 22 بالكامل. ممكن تزرع حاجة تانية، زراعة نسيجية بخلاف النخيل طبعا، بس البطاطس. احنا لازم نشد الفجوة اللي الدولة عاوزاها، نطلع لهم نخل يستكفوا الأول.
نطلع لهم بطاطس يستكفوا، نقلل فاتورة الاستيراد. الرئيس عاوز كده؟ حقنا. لازم احنا معاه عشان يشتغل. أصول تقاوي البطاطس الميني تيوبر اللي بيتعمل لها إكسار في الشركة المصرية الفرنسية للزراعات النسيجية، بيستوردوها لمعامل الشركة من بنوك الجينات النباتية في بلجيكا واسكتلندا. وعلى فكرة عملية الإكسار صعبة جدا، وعشان تنتهي بإكسار التقاوي من الجيل الثالث سوبر إليت اللي بيزرعها الفلاحين، محتاجة موسمين كاملين لإنتاج الجيل الأول والجيل الثاني. أما النخيل فإنتاج الفسائل بياخد وقت بيوصل لـ30 شهر. تعالوا بقى نقابل أنس محمد سالم، العضو المنتدب للشركة المصرية الفرنسية للزراعات النسيجية، وده دماغ ذهب، وهو اللي نجح في التعاقد مع أشهر خبراء العالم من 5 دول لإنتاج تقاوي البطاطس وأنسجة النخيل. أنت حضرتك متخصص في إدارة المشروعات، النهاردة بننتج إيه من المعمل ده؟ وقدمنا إيه للبلد دي؟ أنا بقول لحضرتك المعمل ده إحنا محتاجينه من زمان جدا. إحنا دلوقتي طبعا النخيل، أنسجة النخيل إحنا بنشغلين، بننتج برحي ومجدول وغنامي، وإحنا متعاقدين مع أكبر معمل في فرنسا بتاع البصمة الوراثية. بنحلل، بنضمن هنا أي شتلة طالعة من المشروع مطابقة للصنف، لو برحي يبقى 100% برحي ومنتجة. جاهز هنا لإنتاج أي صنف أي نخيل؟ أي صنف. أنا ما إحنا دراستنا كنا بنشوف الأصناف اللي مطلوبة في مصر، إحنا عندنا طلبات في العراق، فينا طلبات تصدير للعراق وموريتانيا، طالبين هم برحي. طالبين البرحي. برحي، فالبرحي منتشر حتى في شرق آسيا.